والله هي منطقة القديمة منكوبة والعالم ما عندها يعني الامبير ب 8000 ديال العالم صعب عليها 8000 ديال سحب له خمس امبيرات وسحب له أربعة امبيرات شوية صعبة هو دي عايش فيه نفسه له شو ناشد الدولة عن سوي القرار مال المولدات سعر المولدات او تنطي غاز لاهل المولدات لان يعني ابو المولد ما يشغل ماكينة ما من كيفه صحيح؟ والناشد المحافظ ان عملنا قرار بالمنطقه القديمه بالاخص منطقه القديمه يعني صار هذا مال مرض الكورونا صار على العالم كله بس المنطقه القديمه تعبوا الناس تعبت ناس ما عندها ناس تعبانه يعني اني من الناس والله العلي عظيم دين اضطيت مال مولي احنا خاصه هاي القديمه علاش رجعنا لان ما عندنا حق ايجارات من هناك من عنده من, من عندو بس طلعت المولده المولده ضيم وظلايم على الناس يعني وين الكهرباء؟ ليش قبل شهر؟ هو يجي يغاش شهر يقطعونه دين تبع المولده. ليش؟ ما تخافون الله؟ يخافوا الله شويه على هالناس. احنا القديمة تعبانين 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 يا اخي ما يصير هكذا ما يصير خلي يضحكون على الناس خلي يضحكون على هال هالمجتمع هال 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 هذا كله قاعدين بخرب 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 اقول لك بس متلاف وشوية يعني سحب له مثل مثلي أنا سحب لي 14 أمبير أتوا كنتوا قبل كل شيء هو 200 ألف أسا حضر جوال ماكو بيع وشراء يجي يجي كشرطة يعزل يلا اطلع على البيت يا نقعد بالبيت أشنا كذا أشتغل الأمبير بثمانية أمبير بخمسة سكني تجاري بثمانية يا أخويا وقاي عزلونا التعزيلة يعني التعزيلة دمرتنا يعني جاء المحافظ هنا على المنطقة جاء زيارة هو ومعاه المسؤولين وهاي والتقيت به قلت له يا على مود تعزيله قام فتح ساعتين ثلاثة ونيجي يقول لك عزل قال لا المحلات تبقى اشو يوميا يجون بالثنتين يعزلونه بضاعة كلها قتلة يمكن هسه اذا افتح البراد اشوفك الجيمر كله كنا عندهم عندي وجمدته بالبراد هاي من يعوضني قصرت بال 150 الف دينار 200 الف دينار اني يعني هاي يومين بالثنتين يعزونه خميس وجمعة تعرف انت العالم تدري جيمر وهذا ما جبنا جيمر اللي يجي يرجع ايش نشتغل ايش ناكل ايش نشرب